زرنا يعني هذا المساء هذا يعني اليوم مع مجموعة من قيادات أمانة منطقة المدينة المنورة مستشفى الولادة والأطفال، والتقينا بإخواننا في الجمعية السعودية لمكافحة السرطان. عندما يأتي مسؤول ويزورهم ويدخل السرور على قلبهم، يشعر جميع الأطفال أنهم محط اهتمام، محط اهتمام من قبل هذا المجتمع، ويشعر أن لا أحد ينسى، لأنه هناك بعض الأطفال يشعر أنه منسي، ويشعر أنه لا أحد يشاركه همومه أو يشاركه مرضه. وبهجتي في نمائي حتى ابتليت بدائي، هو أصعب الأدواء حمدت ربي عليه، صبرت في اللأواء. عرفنا اليوم حقيقة انطلاق من فضل الله سبحانه وتعالى المركز الثاني للكشف المبكر للسرطان في المدينة المنورة. مدينتنا هي مدينة السنة الحسنة التي يؤجر عاملها ويؤجر لمن يعني من عمل بعملهم. احنا في أمانة منطقة المدينة اليوم بعد ما زرنا يعني إخواننا نتشرف حقيقة بأن نقدم لهم كل الدعم، سواء فيما يختص بالتراخيص المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع بالسرعة المطلوبة، نقدم لهم كل الدعم في يمكن إضافة مرافق بالذات حدائق للأطفال الصغار المصابين بهذه الأمراض. شكرا، باي باي، تعالوا زورونا ولا تنسونا.